تركي خان، ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، تمام. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله، اخيرا نجتمع في انترفيو. بنجتمع على حدث مهم جدا لانه عمل صدمة الحقيقة في عالم السوشيال ميديا وصدمة في العالم العربي، صدمني انا شخصيا. حبيت استضيفك عشان اعرف رأيك، اولا طبعا كخبير في العلاقات الأسرية، كخبير في تربية الاطفال، وكأب لثلاث اطفال بتهيألي عندك. ايوه مظبوط، عندي مظبوط، ثلاثة ثلاث اولاد الحمد اولاد. لله. شفنا جزء من الأغنية، قل لي انت شايف الموضوع ده ازاي؟ يعني هي البداية اصلا بداية غلط من الاسم، يعني هم سموها الخدامة اصلا. صحيح. وهي اغنية للاطفال، ولما نحن نفهم الاطفال مفهوم الناني والدادة والاشياء اللي تحببهم في هذول الاشخاص اللي معهم في البداية، وبعدين يجوا يلاقوا انه لا، هي خدامة وهي بتتبهدل وهي نمسكها ونكفل عليها يعني فأنا بالنسبة لي الموضوع حتى الاسم الخدامة هو أصلا غلط. الطفل اللي بيشوف الفيديو ده بيتعلم منه ايه؟ بيطلع منه بايه او بيضره في ايه؟ لان هو ده يعني اهم حاجة في الموضوع. ما هو صراحة يعني المحتوى والشيء اللي تقدم في جنب والطريقة اللي تقدمت عليه جنب ثاني. الموضوع الطريقة اللي تقدمت به هو بالضبط الطريقة اللي تأثر على الطفل. الطفل إيش يبغى؟ يبقى أغنية، يبقى أنشودة، فهو تعمل بأغنية وبأنشودة، فسهلة الترديد وفيها مقاطع بتتردد. يبغى يشوف أحد زيه يشبهه في العمر، فهم جابوا بنت صغيرة عمرها مناسب لسن الأطفال، لبسوها كده كيوت الله يحميها يعني. فبالتالي أنا كطفل لما بشوف بنت كيوت بتغني وبتتصرف زي كده أنا بتأثر، لو أنا شفت واحد كبير ممكن ما تأثر كثير. فهم طبقوا نفسيا طبقوا كل الأمور اللي ممكن تأثر على الطفل، بس للأسف الفلتة كانت أن المحتوى ما كان مناسب. فلو نجي نتكلم، طفل لما يشوف فيديو زي هذا بيتأثر بإيش؟ بيتأثر بقضية إحنا يعني العالم كله انهز منها مؤخرا، اللي هي قضية العنصرية، إنه أنا يعني عربي وإنت مش عربي، إنه أنا عندي فلوس وإنت ما عندك فلوس، إنه أنا رب العمل وإنت مش رب العمل. هذه كلها تندرج تحت العنصرية، تخلق مشكلة في المجتمع، انه هذول الناس اللي جايين يشتغلوا او طبقة العمال او الناس اللي جايين يساعدوني انا عشان انا انجز افضل، او يساعدوني انا عشان انا اربي ابنائي بطريقة افضل او يرعوهم معي احسن، انه اقوم انا ابني في الاطفال ان هم جايين ياخذوا فلوسنا ويمشوا. صح، حتى اللهجة اللي اختاروا بيها ان هم يقدموا الأغنية لهجة ممسوخة غريبة جدا، يعني صح، خليجية على كأنه حد جاي من بره يشتغل من دولة آسيوية او كده، فبيتكلم العربي المكسر. سووا طريقة أصلا صراحة غير ملائمة، لأنه أنا لو من هذه الدول شفت هذا الفيديو حتضايق، لأنه هذه فيها يعني برضو اللي هي التأطير، حطيتني في إطار معين وإنه إحنا اللي بنجيكم كلنا كده عاملات منزل وكلنا بنتبهدل، وهذا مش صح. صح، هذا طبعا نقطة مرة مهمة اللي أنت قلتيها، بس والأسر كمان الخليجية كمان هتتضايق. أنا ليش متضايق؟ إنه إحنا تجاوزنا هذا الشوط، يعني اليوم ما شاء الله الحكومات العربية و القوانين كلها تغيرت، صارت بتعطي حرية للعامل، بتعطي عقد، لازم يكون في عقد، إذا ما في عقد أصلا ما يجي العامل. جاء الفيديو هذا رجعني 10 15 سنة ورا، وبيخاطب مين؟ الأطفال اللي هم الجيل الجديد اللي المفروض هو يطلع جيل كويس أحسن مننا يعني في دي الأمور. بابا أنا يا بفلوس بنتي مريضة متعوس، بابا أنا يا بفلوس بنتي مريضة متعوس، يشتغل أنا ليل نهار لازم يهول دولار هول دولار. يا تركي، أنا عندي مشكلة إن أنا في حاجة ملخبطاني، يعني أنا بشوف إنه الست هو دي، كله ملخبط أصلاً. هو ملخبط كله لخبطة فعلا. أنا بشوف إنه الست دي بنتها عيانة وبتقول انا عايزه معايا تيكت ولازم اسافر اشتغل، ومش عايزه اسافر اشتغل بس ابغى فلوس، بس بتقولها بطريقه بدل ما انا اتعاطف معاها ان هي مره مضطره انها تسيب بنتها المريضه وتسافر عشان تجيب لبنتها فلوس تتعالج. بالعكس، انا بحس انها حد خبيث وطماع، يعني انا اتلخبطت في المشهد ده. بنرجع نأكد على الأخلاق الإنسانية، أنا ما بطلب المثالية، أنا بطلب الإنسانية صح، بس. مظبوط، خلينا إن مجرد إنه الإنسان يتعامل مع الإنسان على إنه إنسان، ما له دخل باللون والطبقة والمال والشكل والجنسية، صدقوني مرة كثير أشياء حتختلف في الحياة. مرة تهرب من الحرب ونرجعها من الحارة، بابا يعمل معها
المنزلية بتحاول تهرب من البيت. تعليقك ايه على المشهد ده؟ لان انا المشهد ده برضو ازعجني جدا. ما هي بتهرب لانه هي انخنقت. لا تعليقي عليها الصراحة انه هنا برضو يجي جانب انساني. سبحان الله الاساس في الانسانية هي الحرية. ليش انا اكفل على شخص او امنع انه هو يسافر عشان هو بيشتغل عندي؟ إذا أنا أبغى منه أشياء أو أبغى أنهي عقد أو له حقوق عندي، أخذ هذه الحقوق وأطلق سراحه. الإنسان حر. وبالعكس إذا أحد ما يبي يشتغل عندي، هذا من الخطر علي وعلى أبنائي أنه أنا أخليه في البيت، أنا أحبسه في البيت بالعافية. بالضبط. ما فيش النهاردة مراقبة على السوشيال ميديا، أي حد ممكن يقدم أي محتوى، واللي بيراقب هو المشاهد. يعني خلينا نقول غلطة. أوكي، نفضل انه احنا ما نشوفها تتكرر مره ثانيه. انت عارف السوشيال ميديا النهارده اللي بيغلط بيدفع الثمن غالي جدا. صح. اهم من الرساله كمان توصل للكل. في زلات او اخطاء انا بس بتاثر علي او بتاثر على الكبار، وفي سبحان الله يعني زلات واخطاء بتدوم. يعني هو الفيديو انتشر في تويتر، انتشر في الواتساب، فهو انسحب من اليوتيوب، مو معناته هو ما هو موجود. هو موجود، احنا نسميه ضاره النافع. اتمنى انه هي تكون شيء نافع عشان بعد كده في المستقبل، بالذات المحتوى اللي الشخص بينزله في السوشيال ميديا إذا كان للأطفال، يحتاج إن هو يراجعه أكثر وأكثر، ويفضل إن هو يكون فيه إشراف مختصين عشان هو يتأكد إن هو ماشي في الخط السليم. أنا بشكرك على المقابلة دي جدا، وبس بوصي كل الناس على السوشيال ميديا طبعا، لأن العمل ده في الآخر اللي بتقدمه بنوتة صغيرة. طبعا محدش يهاجمها أرجوكم على السوشيال ميديا، لأن هي ملهاش أي ذنب في العمل ده، هي مجرد طفلة بتأدي عمل هي طبعا مش فاهمة المغزى بتاعه، لأن شفت بعض الهجوم عليها هي شخصيا، وده طبعا غلط جدا، لا يصح إن احنا نتنمر على طفل أبدا. هي مسكينة. أيوة هي طبعا مصرطة. طفلة يعني بريئة، يعني مسكينة. بشكرك جدا. مرسي. شكرا شكرا، يعطيكم العافية.